بعدما واجهت محطات التصويت الخاص وبعض من محطات التصويت العامة خللاً فنياً أدى إلى عدم إرسال النتائج الكترونياً، شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء عمليات العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات التي جرت فيها الانتخابات المحلية. نحن الآن في مركز التدقيق التابع لمكتب انتخابات أربيل، قمنا بفتح 35 محطة. هذه المحطات هي للتصويت العسكري، سيتم عد وفرز يدوي لهذه المحطات، ومن ثم بعد اكتمال هذه العملية سنقوم بإرسال هذه المحطات إلى المكتب الوطني. وبإشراف مراقبي ووكلاء التحالفات والأحزاب ووسائل الإعلام جرت عملية العد والفرز اليدوي في أربيل عاصمة إقليم كردستان، والتي شهدت إجراء الاقتراع الخاص للقوات الأمنية والنازحين في 16 من كانون الأول الحالي. فالعملية جارية لحد الآن، يمكن 6-7 صناديق أفرزت بشكل طبيعي، وده يعلقون الأشرطة اللي ده تطلع من أجزاء خارج القاعة لكي يقوم مراقبي الكيانات السياسية بتصويرها وإرسالها إلى كيانات. اللي غريب اللي اليوم لاحظناه احنا كمراقبين عن الكيانات السياسية ومراقبين المجتمع المدني المتواجدين بالقاعة، أنه الأشرطة اليوم طلعت بكل سهولة من الجهاز، بينما هي نفس الأجهزة اللي كانت أنا ذاك 16 بالشهر، اليوم من وقفة اليوم ما توقفت وطلعت النتائج. فأتصور أنه عالجوها عن طريق الخبراء الكوريين الشركة المعنية بالموضوع. يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 19 من كانون الأول الحالي النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، حيث بلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41%. من أربيل، زينب علي، قناة زاكروس.